really excited. This is a big day with the symposium on big data. It's 1 year on after the start of the master's program here with Liverpool John Moores University and the University of Bahrain. And there's growing interest in this issue from the students, from the faculty, and from other institutions here in Bahrain about what the University of Bahrain is doing to take forward work in this field. Lots of applications in things like healthcare, which are really important here. And the British Embassy is very happy to support it. Thank you. المشاركة اليوم في Big Data Symposium كانت إضافة لإدخال مشاريع جديدة في مجال الصحة وإمكانية الاستفادة من وجود مشروع مثل مشروع صحتي في المجلس الأعلى للصحة حيث أن هناك معلومات كثيرة يتم تجميعها سواء كانت معلومات صحية، معلومات إدارية، معلومات مالية التي قد تفيد هذا القطاع من خلال الاستفادة من مثل مشاريع البيك ديتا بروجكت ولا شك أن المؤتمر اليوم راح يسلط الضوء على مشاريع مختلفة ولكن نتمنى أن يكون هناك مشاريع قادمة في مجال الصحة وكذلك نتمنى أن نرى خريجين في مجال البيك ديتا اللي ممكن يدخلون سوق العمل ويساهمون في دفع عجلة تطوير هذا القطاع وخصوصا القطاع الصحي. سعيد بتواجدي اليوم في جامعة البحرين وسعيد يعني بشكل كبير في وجود مثل هالبرامج النوعية وأحييهم حقيقة على إقامة مثل هالندوات اللي بالتأكيد راح تعود بالنفع والفائدة لطلاب البرنامج وأتمنى لهم التوفيق في 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 هذا البرنامج وإن قريبا إن شاء الله نشاهد خريجين هالبرنامج يعملون في في القطاعات البحرينية ويساعدون ويساهمون في بناء لوحات تفاعلية تدعم متخذين القرار وتجعل من مدينة من دولة البحرين دولة قائمة على دعم القرارات بالاعتماد على البيانات وبالاعتماد على الواقع وقراءته من خلال البيانات. I'm delighted to be here for the presentation of the symposium in Big Data. I'm going to be talking about the opportunities and challenges that we have in Big Data and how that will lead to new challenges. And I'm hoping that everybody will enjoy it.